مع حلقة جديدة في هذا الشهر المبارك للإجابة عن أسئلتكم على موقع بصوا طل. السؤال يقول: ما حكم السباحة والغوص في الماء للصائم في رمضان، خاصة أنه سيأتي في أحد شهور الصيف؟ في الحقيقة أن الإجابة على هذا السؤال محل اختلاف بين الأئمة، والذي نفتي به على سبيل التيسير على الأمة أن السباحة في رمضان لا تفقد الصائم صومه، ولذلك يجوز لك أن تغطس وأن تسبح، وهذا أحد مذاهب الفقه في هذا المجال. فإذا سمعت فتوى أخرى فلتكن عالما بها أن هذا لا يجوز عند الشافعية مثلا، ولكن اختيارنا إنما هو اختيار بين أئمة مجتهدين من أجل التيسير على الناس، لأنه إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه. ولذلك إذا وجدت عنة من أنك لا تسبح في رمضان، خاصة وأنه أتى في وقت الصيف، يجوز لك السباحة تقليدا لمن أجاز هذا، ولا يضرك أبدا وجود رأي فقهي آخر تستطيع أن تتخير من كلام الأئمة ما يناسب حالك.